قبل ما ابدا في الموديل اللي انا عاملاه اللي هو اسمه 5 دي 5 دي حاجات بتبدا بحرف الدي. خلينا نقول احنا كل الناس اللي بتستخدم السوشيال ميديا لو سمحت لو الشخص اللي قدامك مش بيفيدك بمعلومه او بشيء مش لازم تتابعه. ادي اول حاجه علشان احنا دايما يعني للاسف على السوشيال ميديا اللي بيطلع على السطح الاخف اللي ملوش قيمه والأثقل واللي له قيمة بيندثر وبينزل في القاع للأسف. ده اللي بيحصل على السوشيال ميديا. يعني تطبيق زي التيك توك لما نزل السنة اللي فاتت تم تحميله لمدة دقيقة واحدة بس, في دقيقة واحدة تم تحميله 2700 مرة أكترهم مرهقين. نفسيا شو يعني, شو بنا نحن نفسيا شو يعني, شو احنا عندنا اللي مع انه في على تيك توك باي ذا واي بعض المواضيع الحلوه تيك توك ليرنينج اللي دلوقتي بقت موجوده, الفيديو زي مثلا بيعلموك شيء اللي بقت دلوقتي. أيوه. لكن اول ما بدا هو دخل دخله غلط للاسف, بس ليبسينج وقف وما اعرفش ايه. طيب اول حاجه هعمل ديسكونكشن للتليفون ساعه واحده بس في اليوم لمده 21 ده العلاج. ها للعلاج ديسكونكت, هبعد عن التليفون ساعه واحده بس في اليوم, اعمل فيها اي حاجه تانية, ادخل المطبخ, ارتب الاغراض بتاعتي, دولابي, حاجتي, اي حاجه, بس ساعة واحدة في اليوم. تاني حاجة ديلي, هتأخر في الرد, مش أول ما تنتن أروح جايبة التليفون وأشوف مين اللي رن عليا, مين اللي بعت لي رسالة. هعمل دي إزاي بقى؟ هعمل سويتش أوف للنوتيفيكيشن كلها, بقفل الإشعارات, ما يظهر ليش رصة الإشعارات اللي بتظهر على السكرين دي إلا لو أنا مثلا أهلي أو كذا بيتواصلوا معايا على أي تطبيق ما. هسيب الإشعار ده عشان أولادي في البيت أو أي حاجة, لكن ما يفضلش تفضلش السكرين بتاعتي كلها إشعارات. طيب تالت حاجة خلاص أنا مش قادرة ولاقي نفسي بجري من الأكاونت ده للأكاونت التاني, دايل, هتصل بحد من أسرتي من أصدقائي, نفتح حيلا موضوع تليفون, بعمل حاجة اسمها ريوايرنج لأسلاك المخ بتاعتي اللي قاعدة هتموت وتعرف إيه اللي بيحصل على السوشيال ميديا والأخبار الناس والإشاعات, فهروح أتكلم في حياتي ومشاكلي ومشاكل عيالي. أنا أقل واحدة مهووسة لأنه لما أجي لهون سمعتي عن كذا سمعتي لا ما بعرفش عم أنت وين عايش عرفتي يعني, يعني أنا 40% وين عايشة. تخيلي بقى التانيين كيف اللي بيعرف كل شيء. رابع حاجة ديتوكس, الديتوكس هعمله مرة في الأسبوع بعد ما أخلص ال 21 يوم اللي هو ساعة لمدة 21 يوم مش هستخدم السوشيال ميديا. إيه؟ يلا بقى جمد قلبك, قلب جريء, هاخد يوم في الأسبوع مفيش تليفون أو التليفون من يوم غير بالأسبوع ما فيش تليفون ولا سوشيال ميديا يوم بالأسبوع. طب بيخرب الجدول؟ لا ما بيخرب الجدول إذا سويتي جدول البوست. جدول البوست, ما انتي نزلي البوست على الويك دايز بقى وسوي الديتوكس على الويك أند. مش حتى مش تعرفي تهربي مني. ماشي ماشي أوكي. وأهم حاجة آخر حاجة ديفلوب, نمي مهارة جديدة, يمكن القرايه, يمكن الرياضه, اي هوايه. أي انا خلاص هواية. انا بقى موجود الطبق. ايوه وانا معاكي خلاص خلاص يلا يلا. هنتمرن على الطبله, هنتمرن على الطبله, هنتمرن على حيلا مهاره تخلينا ننشغل عن التكنولوجيا اللي للاسف اسأنا استخدامها وخدنا سلبياتها وسبنا ايجابياتها. في كورسات كتير نقدر نتعلم عن طريق السوشيال ميديا, لينكدين بنعتبره سوشيال ميديا موقع التوظيف, وعليه كورسات كتيره جدا مجانا نقدر نتعلم, نقدر نتعلم حاجات كتير, نقرا كتب عن طريق السوشيال ميديا, نتواصل بشكل حضاري. لاقي لك هوايه يعني, لاقي لك هوايه, وتقبلوا بعض يا جماعه, بلاش كميه الخناقات اللي بنعملها على السوشيال ميديا واللي بتجيب لنا ديبريشن واكتئاب, واللي ارتفع نسبته بنسبة 35% خصوصا بين المراهقين والشباب.